يعني إذا كان النوم يسيرا يعني كان جالسا مثلا مثل جلستي أنا هكذا وغفى مثلا، هذا لا ينتقى وضوءه. طيب قال لأنه يسير عرفا، لكن إذا كان قائما نفس الشيء، إذا كان يعني مضطجعا غالبا الاضطجاع هو النوم الطبيعي، فهذا ممكن يغيب عن الوعي، ممكن يغيب عن الوعي. وإذا قالوا إذا كان مضطجعا فإنه ينتقى وضوءه، وهذه يعني ليست قاعدة حقيقة وإنما هي أغلبية، قضية أغلبية عند الناس. وإلا ذكروا عن إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو قرين الإمام أحمد ويقال له شيخ الإسلام في زمنه رحمه الله تبارك وتعالى، كان يقول إن النوم إذا كان إنسان جالسا لا ينتقل ضوءه بهذا النوم، لأنه يعني كما جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العين انفتح السه يعني خلاص ما ينتبه لوضعه. والحديث فيه ضعف، لكن على كل حال كان يقول إنه إنسان إذا كان جالسا هكذا على مقعدته فإنه لا ينتقل ضوءه، لأنه لو انتقض ما يحس فيه يقينا يعني. فيقول حتى كنت في المسجد يوما في جانب رجل نام وهو ينتظر الصلاة فأخرج صوتا هذا النائم، فلما أقيمت الصلاة قام ليصلي، فقلت له توضأ، قال أنا على وضوء، قال نمت أنت نمت، قال ولكني جالس، يعني هذاك فقيه ثاني يقول نمت وأنا جالس والجالس ما ينتقل وضوءه، قال نمت وأنا جالس، هذا شو يقول له؟ قال أخرجت صوتا، يعني خلاص ما في مجال، قال له أخرجت صوتا، قال أنت الذي أخرجت صوت قفل هذا. يقول للإمام إسحاق قال أنت الذي أخرجت الصوت، يقول لي واحد الإمام إسحاق فتركت هذا القول لأني علمت أن هذا ما يشعر مو شاعر بنفسه يعني جالس وهذا وانتقى وضوءه ما يدري، فيقول تركت هذا القول أن قضية أن لما يصير جالس داري عن نفسه، يقول له مو صحيح، هذا قدامي جالس ونام وما يدري عن نفسه، فيقول فتركت هذا القول. وهو الصحيح أن العبرة بالوعي، حيث لو واحد مثلا جاء أخذ هاتفه أو سقط من يده شيء انتبه أو كذا، هذا معناها بوعيه، فإذا كان بوعيه معناها يشعر بما حوله، فهذا لو خرج منه صوت أو ريح يدري. فإذاك العبرة بزوال العقل وليس به مجرد النوم قائما أو جالسا أو مضطجعا. نعم.